عندنا أخبار كتير جدا في ترند العالمي وأخبار تتعلق بالكرة العالمية. نبتدي بميرور وحسابهم على تويتر واللي بيتكلموا فيه عن جائزة جديدة لمحمد صلاح فاز بها، والجائزة بتتعلق بإيه؟ تتعلق بأن هو أفضل لاعب في عام 2020 في الدوري الإنجليزي، والجائزة دي جت بتصويت الجماهير بعد منافسة قوية جدا مع عدد من النجوم في الدوري الإنجليزي أبرزهم جاك جريليش طبعا مهاجم استون فيلا او لاعب وسط استون فيلا، ماركوس راشفورد نجم نجوم مانشستر يونايتد بالاضافه لكيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، هندرسون كمان لاعب ليفربول، وساديو ماني وفيرجيل فان دايك نجوم ليفربول بالاضافه لسون نجم توتنهام، ونجمنا المصري محمد صلاح توج بهذه الجائزه. بنبارك له طبعا، فخر مصر والعرب كلهم، وخصوصا ان في كلام كتير جدا على محمد صلاح خلال الايام الحاليه وان هو مش مبسوط في ليفربول، وشفنا تصريحات كمان ابو تريكه امبارح وبعض المقربين محمد صلاح انه ممكن يروح ل متوهج ومتالق خلال الفتره الحاليه مع ليفربول وهداف الدوري الانجليزي، نتمنى له دايما التوفيق. طيب خلينا نروح لخبر اخر عالمي من خلال في الجول وحسابهم على فيسبوك، واللي بيقولوا بقيمه مليار ونص جنيه استرليني صلاح ضمن التشكيل الاغلى في العالم حسب مارسة كره القدم CIES، واللي بيتكلم في اغلى تشكيله في العالم حاليا صلاح متواجد. خلينا نقول لحضراتكم التشكيله: أليسون موجود حارس مرمى ليفربول، فيرجيل فان دايك طبعا نجم ليفربول، وترينت الكسندر ارنولد كذلك، وإمريك لابورت نجم طبعا فريق مانشستر سيتي بالاضافه لسانشو احد اللاعبين الانجليز في فريق بورسيا دورتموند، كوتينيو كمان موجود، والصوره مش واضحه بالنسبه لي اعتقد ده برناردو سيلفا في اللي بجوار كوتينيو، بالاضافه لرحيم ستيرلينج وميسي ومبابي وصلاح. صلاح قيمته 195 مليون جنيه استرليني، اغلى واحد في التشكيله دي كلها طبعا هو كيليان مبابي 224 مليون جنيه استرليني، فيعني برضو حاجه مميزه جدا ان نجمنا المصري محمد صلاح يكون متواجد في التشكيله دي.